سيداتي آنساتي سادتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مرآة. حلقة اليوم يعني حلقة خاصة أن بو سبيسيال، حلقة اللي غادي نكون فيها أنا وكنت فيها يعني حزين جدا، حزين لهاد الحادثة أو نسميها الفاجعة، ولا بغيت نقولوها يعني بالمغربية هاد الشوهة اللي وقعت في سبتة أم ليديا. هاد الشوهة دي اللي شفنا فيها آلاف ديال أولادنا نون جون، أولادنا ماشي غير شباب قاصرين قاصرين داخلين لسبتة المحتلة، مناظر ومشاهد يعني مؤلمة مؤلمة ومخجلة. هذه المناظر هذه مخجلة وكيخجل منها كل واحد اللي هو يعني غيور ولا عنده غيرة على بلاده، يعني سي امبوسيبل ما تدركش خاطرك. وفيها يعني بعض الصور اللي شفنا فيها مثلا ان غارد سيفيل اسبانيولي شاد ان بيبي دو كيلك موا، هاد الفيديو ولا هاد الصورة دي انتشرت في العالم كامل وظهرت للعالم كامل اشنا هي القيمة ديال المغرب. المغرب رديتوه سوريا، رديتوه فيتنام يا ديزاني، رديتوه تركيا بالالاف ديال لي ريفوجي. هكذا صورت المغرب، هكذا صورتو. فالحلقه هذه جبات كلير، لكن تو كتسناو مني انه نكون يعني ونستعمل ديك السياسه ديال تهادن وتداهن، يعني نلقى دي جوستيفيكاسيون وتقولوا لي بانه داك الناس انت ما عارفش يا صاحبي، دوك الناس يعني عايشين في الفقر مدقع وما عندهم ما ياكلوا ما عندهم كذا، سي نورمال يديروا هذاك الشيء اللي داروا، ما انت براسك كنت ديرها. الريان الريان نجستيفي هاد الشوهه اللي هذه تعملات. لو خرج مثلا اون سنتين دو بيرسون نقولوا يعني صافي بارتي لا جاي، ça fait partie de la partie du jeu. ولكن الاف الاف وكيضربوا فيكم لي اسبانيول لا غارد سيفيل وكيضحكوا عليكم وولادكم يعني عاد شوها بهالطريقه هذه، وتكتسناو مني انه نتفهم. الريان جوستيفي هاد الفضيحه هذه اللي تعملات. الريان تقول لي بانه الدوله ما دارتش ولا حكومه ما دارتش ولا عماله ما دارتش، غيان جوستيفي داكشي اللي تعمل، غيان غيان ديتو تعلقوا لي من رجلي، غيان نجوستيفي هذاك لاكت. لاكت يعني بهاد لاماس ديال الناس، هاد لاماس ديال لي جون، غيان. ولي ظرف الخاطر ولي ضرف الخاطر وقالها لكم السيد التيجيني يعني في واحد الفيديو ديالو قالها لكم، يضرف الخاطر لما تشوف دي جان دي ميناء جالسين وكيمجدوا في الاسبان المحتلة الغاصب، ولادنا نو جان نو زنفان. الله يرحمك يا أمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الله يرحمك الله يرحمك ويوسع عليك. أنا جي منجين الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي والله كان معاكم كون عطاكم طريحة، كون سبكم من الأول حتى الأخر، وتجيو من بعد شاك مانيفستاسيون تهزوا لي الدرابو ديال الجمهورية الريف اللي انتم اساسا ما فاهمينش ما معنى هذاك الدرابو، هذاك في اي وقت دون كل كونتكست تهز داك الدرابو وتخلق داك الدرابو.
فيما يطلع الدم تخرجوا لي داك الضرب. اول ما فهميش لاسبانيا لاسبانيا اللي خطابي محمد بن عبد الكريم خطاب الله يرحمه بهدلهم وانتم ما بهدلتونا بهدلتونا يعني الى اقصى حد. كتعرفوا بانه لانتيغي ديال الاسباني كلها لانتيغي انه المغرب يبقى ضعيف المغرب يبقى ديفيزي المشاكل اللي عندنا مع الشرق او بلدان ديال الشرق هذيك مشاكل الوقت يحلها الرجال غادي يحلوها وغادي تحل بغيتو ولا كرهتو غادي تحل غادي تلقى يعني حلها. ولكن مع الاسباني لا يعني كره اترنال حقد اترنال. الاسباني من مصلحتها انه تدمر المغرب من مصلحتها انه يكون المغرب ضعيف والمغرب كيحاول بحال شي ان بيبي دو 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 كلكو موا يحاول يوقف على رجليه باش يجابه ويواجه هاد الشعب وهاد البلاد باش نرجعوا الامور ونعاود مره اخرى اللي كيتسنى انه نكون مع دوك الناس اللي حرقوا السبته اوبليسا. انا كنقول النظره ديالي والتفسير ديالي ف منطقة الفريدق ولا السبتة ولا مليليا منطقة ارجع شوية اللور منطقة لهدمات المغرب تكرفصات على المغرب لسنين وسنين تقريبا كاين 1 مليار دو دولار دو مارشانديز كانوا كيدخلوا من هاد المدينات للمغرب 1 مليار avec la complicité de tout le monde بوليس تيوانا et le citoyen. Le citoyen كان كيطلع حتى الشمال باش يجيب السلعه ديالو ويهبطها للجنوب وعارفه بانه سي كونترباند. وقلت لكم بانه هذيك المليار دولار اللي كان كدخل المغرب كنا كنخسروا فيها دي مليار حنا في البلاد لانه ما كانش ني تاكس ني امبلوا ني اوزين ني ريان دو تو اون غانيا ريان. وهما كانوا كيربحوا كل شيء كانوا كيضحكوا عليكم. احسن قرار خداه المغرب الى حد الان في نظري انا احسن قرار خداه المغرب انه سد باباهم هذوك سميتو دوك اللي كيسمو الثور ديال السبته ومليليا. احسن قرار كنت كنتسناه صافي صافي يعني سنين ولا كنتسناه. ملي كنا كنشوفوا هذوك النساء مساكن يدخلوا بالعصا ويهزوا السلعة ويخرجوا بالعصا وبالسبان وان بلوس دو سا هما اللي كيديروا فلوس. نورمالمون غني خاص تعامل مع هاد الناس تعامل معهم يعني بلطف يعني تشجع. ما كاينش حتى داك البرانسيب ديال غانيون غانيون والو كلشي كان كيدوه لي اسبانيول يعني ضحكوا علينا. وانا كنقول احسن قرار اتخذته الحكومه وهو سد بابهم هذوك البيبان كيلزاي الانفير اون انفير بلوتو كيلزاي اون انفير go to the hell. الله يرحمك يا امير محمد بن عبد الكريم الخطاب الله يرحمك. ولادنا كين كيمجدوا اسبانيا المتعجرفه كانوا كيمجدوا فيها اهو انتقام اهو انتقام من المسؤولين
ديال المنطقة اللي ما تفاهموش معهم؟ أهو انتقام من مسؤولين اللي كان كيشوفوا بينه دو طون زون طون المنطقة بحال البوب كورن، يعني بحال المايسي سوفلي، باف باف باف، يعني مانيفستاسيون هنا مانيفستاسيون هنا في عز رمضان اون بلوس، وكيتعاملوا مع المشكلة بطريقة يعني بوليسية، طريقة أمنية، ما كاينش حوار. الدولة طلقت مشاريع اون باسون، بغينا نعرفو شكون هادو الشارجي دو بروجي على هاد المشاريع هادو، كومون سا سفي بانك سديتي الباب قبل ما تضمن بانه كل شيء اون بلاس، يعني بلاغ اون بلاي، عملتو القضية عكس، عملتو لا شاري دوفون لو بو، يلا سكر الباب بعد اون جيغا ابخي، اون جيغا ابخي. حاولت نفهم يعني هاد العقلية هادي، ما كتدخلش للمخ ديالي، ما كتدخلش للمخ ديالي، لأنه الناس ديال اللي خدامين يعني في الحكومة، يعني في الرباط وفي الدار البيضاء وفاس بو امبورت، يسون ديكونيكتي، والله يسون ديكونيكتي. دي فوا جي لامبرسيون بأنه كاين شمال المغرب وكاين جنوب المغرب، لو بوفوار كله يعني سنتراليزي في الرباط وفي في المدن الكبرى. الشمال منذ الاستقلال، منذ الاستقلال هو كيعطيكم دي ميساج. اخطر منطقة على لا ستابيليتي ديال البلاد هي منطقة ديال الشمال، اخطر، والتاريخ كيأكدها لكم، كيأكد لكم بانه منذ الاستقلال، هذا ما كتكلمش على حرب حرب يعني ضد الاستعمار، ما منذ الاستقلال كم من مرة وقعوا فيها مشاكل في الشمال، وقارنها بكومبين دو فوا وقعوا المشاكل في الجنوب، تلقى بأنه الشمال ناس صبارين، يا ناس أنا ولد الريف، ما جيش من الحسيمة ولا من تطوان ولا من نادور، كنا كنمشيو العمق ديال الريف، العمق ديال الريف، وقت كنشوف يعني دي كوزين دي كوزان ياكلوا الماء والخبز سك، لانه اراضي عندهم يعني ماشي اراضي يعني فيرتيل، عندهم شي بزاف، ما عندهم حاجة وحدة، نيف، ماشي ديال النيف ديال شي وحدين، نيف لو فغي، لو فغي، مالغري لا بوفرتي باقي عندهم داك العزة. ولكن هاد لا جينيراسيون ديال اليوم، جينيراسيون ديال اكس بوكس، لا جينيراسيون ديال الانترنت، هاد لا جينيراسيون يسون كونيكتي، ils sont plus connectés مع الرباط ou la casa, ils sont connectés مع الفوق الشمال. Des jeunes qui يشوفوا يعني نتاج ديال التقدم ونتاج وكيقارنوا مع انفسهم، سي نورمال، سي نورمال هاد الناس هادو يصبر 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 تاعهم اموندون يعني سا اكسبلوز، مي يا اكسبلوز اكسبلوز l'explosion va tariqa hadi, non non je ne serai jamais d'accord, jamais 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 يطلبوا مني باش يعني نشوه بلادي، jamais 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 تعلقوا لي مرجلي، ما je le ferai jamais، والله je le ferai jamais. هاد السيده هادي اللي تخلات على ولدها دو quelques mois، ما تعطونيش الله يخليكم، ما تعطونيش دي justification، aucune n'est acceptable. Comme ils disent en arabe,
العذر أقبح من الذنب، العذر أقبح من الذنب. ما كاينش امرأة في العالم اللي صيفط ولدها الكبدة ديالها والقلب ديالها تصيفطو وتخليه يعني يمشي في المجهول اون اسبيرون كان جو مي كي سوا ماجور يتفكرها وكذا وكذا. ما كاينش، ماشي قلب هذا، ماشي قلب هذا. والله واخا دوزو دي موا ام دون دي جوستيفيكاسيون جو ليز اكسبتيري جامي 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 كوم جاكسبتيري جامي انهم مسؤولين. ils n'ont pas catché, ils n'ont pas pris connaissance du message ديال السكان ديال تما. الشمال c'est une poudrière. الشمال من عهد الاستقلال عرف يعني دي كونفرونطاسيون يعني مع لو غوفرنمون، نقولوها يعني بصراحة. الشمال إلى ايتي ديليسي. اكتيالمون الملك محمد السادس il essaye de rattraper ce qui a été perdu. يعني دي با دي جيون، دي با دي جيون، مشاريع à droite، مشاريع à gauche، le port، des zones franches، زيد وزيد وزيد. Mais الدولة ne peut pas tout régler. الدولة ne peut pas tout régler. Elle peut pas tout régler. دور ديال الدولة c'est pas de créer des entreprises. الدولة ماشي مهمتها انه يعني تخلق الشركات ولا. الدولة المهمة ديالها انه تحسن ظروف الاستثمار، تحسن ظروف الشغل، تعمل طرقات، تعمل كلها الانفراستركتور يعني اللي خاصها، تخفض من الضرائب، تشجع المستثمرين. هذا الدور ديال الدولة. الدولة في الدول يعني اللي كتحترم نفسها ما كتدخلش يعني في هاد في هاد في هاد في هاد في هاد يعني في تخليق هاد الشركات وكذا. نو علاش؟ كاين جوج الحوايج في المغرب. لا لونتور دو لاباري ديال البلاد والبريفي. في البلاد كلشي تورن وغالونتي. الملك يدشن يعني مشروع مهم جدا وانتو ما كتاخذوا الوقت ديالكم باش يعني باش تخرجوه لينا يعني يكون يعني فياب. سا برون دي طون دي طون. بحال هكا تقول الناس عندهم ليزون توت يعني توت اون في باش يلاه انت تطلع ليا حيط. لادمينستراسيون ثقيله، برلمان تقيد، تخرج قانون خاصك سنين، كل شيء تقيل، كل شيء كل شيء كل شيء تقيل 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 تقيل. يعني في هذه المشاريع اللي كيدش الملك محمد السادس خاص ناس اللي عندهم الحرقة على البلاد، خاص ناس اللي يفهموا بأنه derrière tout ça كاينين دي فامي، derrière tout ça كاين دي مير دو فامي اللي كيشوفوا ولادهم مثلا محقورين ولا ما عندهمش الخدمه. derrière tout ça كاين الناس اللي كيشوفوا ولادهم قراو وما عندهمش الخدمه. هذوك الناس ils ont leur salaire يعني un très bon salaire، voiture de service، chauffeur، وزيد 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 وزيد. ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils ne veulent pas travailler. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. En même temps, on perd ni la stabilité de la blade. Quand tu as dit comme mille fois, mais qui est-ce qui sort de la blade? Mais quand ces gens-là, akbar adou, akhtar de l'Espagne, akhtar adou, parce que ce sont des complices.
من الملك عندكم مشروع يفو ليكزيكوتي خاصك تخرج. دوزيام بوان البريفي كما قلت لكم الدولة ما تقدرش دير لكم اوزين في كل جبل اوزين في كل مدينة تعيط على رونو في جنو سبا ما في بركان تعيط على رونو في تاونات تعيط على نيسون في الشاون ممكنش امبوسيبل البريفي عندنا في البلاد ميات الناس عندهم في البلاد ما عندهمش الحق على البلاد الناس عندهم فلوس في المغرب كل ما كيعملوا كيهزوا فلوسهم كيديهم برا خايفين علاش خايفين مناش خايفين وهاد الناس هادو اغنياء ديال المغرب كتلقاهم كيبنوا لي مسجد هنا ومسجد من هنا خايفين من الله زعما كيحجوا كيعطوا المساكين وكذا خايفين من الله كنت خوفهم من الله يعني تعملوا هاد الفضيحة هادي يعني ما كاينش يعني ان ملياردير ديال البلاد كيا يعني شنو نقول لكم شويه ديال 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 الانسانيه يعني شويه ديال الانسانيه ويقول انش علاش انا نبني تور ولا كذا ولا نزيد نبني في بارمات في لي ابارتمون انا غادي نبني جامع دابا بورتيمون غادي نقول سميه مي وازا يعني ما ماشي يعني كنقصد السيد مثلا الى عزيز خنوش ضربته النفس وقال علاش ما نبنيش انا جامعه انا نسمي باباها جامعة عزيزة خنوش علاش لا علاش بلينيا الجوامع الجوامع يونا باغتو يونا باغتو علاش مثلا بن جلوم يقولش انا غادي نبني اوبيتال سبيطار يكون سبيطار سميتو عثمان بن جلوم واو يعني سا سون بيان وناس اول ما كتسمع السي ديالو السميه كتفتخر او السبيطار هذا شكون اللي بناه الدوله نو سي با الدوله عثمان بن جلون انكور اون فوا جو سيت هاد لي نون هادو يعني او هازار تبدي ليا مثلا تمشي ليا مثلا الجامعه و تي بارتيسيب مثلا في دي ريشيرش فهمت تبني اون بتيت اوزين t'encourages des projets pilotes qui est des jeunes les random des idées tu participes mais le privé il est absent il est inexistant face des doula il est doula yani tahidat il n'y a plus rien sa vie c'est grave. C'est grave. Le privé a une responsabilité très grande dans le pays. Les gens qui ont de l'argent dans le pays ont une responsabilité très grande. Quand tu achètes des appartements en Espagne, quand tu achètes des appartements en France et ailleurs, en Turquie et ailleurs, tu achètes le pays. من هو اهم لا سيكوريتي ديال الجينيراسيون ريجو من بعدكم ولا هاد الناس اللي كيموتوا شفتوا الشوه ما حركاتش يعني شي حاجه فيكم اريا وكل شي عارف بانه منطقه الشمال سيتي بودريير كل شي عارفه وكل شي ما كيسمعش نعطيكم مثال هادشي اللي وقع باش تعرفوا يعني ليموبيليزم ديال العقل ديال المغرب شي جامعه ولا مؤسسه بريفي ولا بوبليك
اللي غتصيف دي شيرشور وغادي يعملوا مثلا استطلاع السونداج وغادي يعملوا اون ايتود اشنو هو العمر ديال هاد الناس هادو اللي خرجوا ترونش داج من ناحيه جايين شنو هو مستوى الدراسه ديال الدراسي ديالهم يعني تفليو ليهم يعني كل فاكتور اللي كيشجعوا انه الناس هادو خرجوا برا ويخرجوا لنا بتقرير يقول لنا ها الوقع ها هو السبب وانتم عليكم بحل المشكل ما كاينش ما كاينش ودابا رجعوا للقضيه اللي علاش الاسبان ستانيست ان بلان يعني ديابوليك ديابوليك علاش الاسبان عملت هاد الفضيحه هادي كلها علاش تو دان كو الاف دخلوا للسبتة ما كاين العسكر لا بوليس كيتسناو في المغرب يدافع عليهم اطون محتل لي بلادي وبغيتي اون بلوس دو سان دافع عليك ندير لك باباك انا ندير لك كونسيارج انا ندير لك انا العساس ديالك اوكي اسبانيا اللي باش تهرب يعني من القضيه ديال ابراهيم غالي رئيس ديال جمهوريه تندوف ابراهيم غالي ميمشى ميمشى الاسباني الخطا اللي وقعت فيه يعني الاسباني والجزائر كون غير يدخلوا يعني بالباسبور ديالو الباسبور ديالو ولا يدوه شي دوله اخرى ولا يعيطوا مثلا على على دي ميدسان اسباني ويداووه تما في الجزائر فالجزائر يعني عندها احسن منظومه صحيه في افريقيا كلها احسن منظومه صحيه في افريقيا كاينه في الجزائر انا ما تيروش يعني بالفلاش تستنى الله يخليكم انا هادشي اللي كيقول واللي سمعته من وزير الصحة ديال الجزائر قال بأنه يعني أنا جو مي با يعني سيدير يعني أون دوت قال لك أسيدي بأنه الجزائر أحسن منظومة صحية في أفريقيا كاينة في الجزائر فهاد لي ميدسان الخرينوس كانوا على الأقل فهمتي داو هاد السيد هذا شنو عنده كوفيد يعني الخيريه كلها ما فيهاش يعني مثلا اللي يقدر يسمتو يعافي من الكوفيد فويون فويون مام لو بريزيدون تما مشى سمتو لالمان باش يتعالج من الكوفيد علاه علاه يعني الجزائر يعني رخيصه للدرجه هذه ما كاينش شي طبيب اللي يعالج البريزيدون ديالهم فويون ولو وقعت لي مثلا شي اف سي ولا شنو غدوه لبوسطن ولا غدوه شنو شي الباريز ما عندكمش سي امبوسيبل سي امبوسيبل وزير قالها انا جو لو كخوا باسكو لا دي فقضية غالي لما دخل الاسباني كانوا القوانين بطريقه يعني بلوز انتيليجونت صيفت لي ميدسان ولا فهمتي تروفي اون اوتر فاسون ما ديش ديك ديك اللعبه ديال عطيه باسبور فالسيفي ودخلو ومن بعد من تفضح تقول لي لدواعي انسانيه لدواعي انسانيه ايوا من دواعي انسانيه علاش كتجري على دوك لي جون يدخلوا عليك سبته كتقول بانه دواعي انسانيه دوك ماشي انسان نو يعني دو بو دو ميجور ليبوكريزي ديال الاسبان كنقولها لكم ليبوكريزي ديال الاسبان ان جور او لوتر ان جور او لوتر غادي تنوض ما بين المغرب والاسبان يعني سي تيكري سي سي تيكري دون السيت صافي ما كاينش اللعب فيها وخا تهربوا وخا تهربوا يعني اوتون كو بوسيبل الحرب مع 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 الاسباني الي بلوس بروبابل كل حرب مع الجزائر لان الاسباني حقارين مصلحتهم ان المغرب يبقى ضعيف ديفيز لو
فكر باباه. فغالي من خل الاسباني هذا كما قلنا يعني هذا شغلهم، ما كانوا يديروها بطريقه يعني مؤدبه وقد احترم يعني القواعد ديال الاتفاقيات اللي مع المغرب. فعلى الاقل كون غير عيطتو مثلا للسيرفيس يعني ديال الرونسينمون ديال الاسبان، عيطوا على المغرب قالوا بوم 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 كاسكو فوز اون فونسي. ربما المغرب يقول شنو، يقول لهم لا، ما يقولوش لهم لا. فويون دونك على المغرب يعني تا هو ما يقولش بانه هذيك يعني ان جيست يعني انساني. فويون عالجو ولا قتلوه بام، هذا شغلكم. مي ما داروهاش يعني بطريقه يعني كلين، داروها بطريقه تحرميات. هذا يعني سي لا مارك دو كوميرس ديال اسبان، كلشي لتحت، كلشي لتحت. مي لو بو هلك المغرب. فمن حصلوا فيها في هذه الفضيحة هذه، المغرب يعني عنده الحق، عنده الحق يطالب يعني بتفسيرات. أنا جرتوا هذه القضية هذه يعني كتلعبوا يعني اتفاقيات اللي بيناتنا يعني سافوريا سافوريا جو افوار لي اكسبليكاسيون. مي من كوانسا هم المغرب لقاو الفرصة من يدوزوا ليه. انت يطلقتي علينا البشر باش يهجموا على سبتهم ليبيا. ني اتون 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 يعني في الدبلوماسيه ديال المغرب يعني يعني ليماجيناسيون عندهم يعني تيلمون ستيريل. قالوا اشنو هما لي زوبسيون اللي عندنا باش نضغطوا على الاسباني. فويون اون فاي ريفليشير ان تي بو. حل شويه الروبيني الله يخليك، حل بحال لاكاس في الحمام، زيد شويه في الماء السخون ولا زيد شويه في الماء بارد. قال حل شويه الروبيني، خلي البشر يدخل السبتة باف. يعني المغرب عارف بانه ميكي مي الا فات يعني حتى هذه القضيه هذه غادي يكون مشكلته مع يعني مع لونيون اوروبيان وهذا يعني في الوزارات يعني فوق يعني ما كيفكروش يعني نو حنا نطلقنا عليهم. وانتم باباكم فين كنتو؟ فين كنتو؟ انتم يعني في السبتة، انتم محتلينا، احسوا عليها. علاش نعس عليكم؟ pour quelle raison؟ quel intérêt nous نعس عليكم؟ علاش؟ وانتم كديزو 24/24 ضد المصالح ديال البلاد. انا ماشي العساس ديالكم. Arrangez-vous. Tu dis que tu as l'espace Schengen, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre. Hadik Blasa Hadik, c'est une zone militaire. Je ne sais pas si tu as la diwani ou la police. C'est une zone militaire. Ard Mahtala, Kasib Koul militaire. فالمغرب من يعني من كتر الهبال ديالو يعني وبالغباء، لانه ما كيسحبوا له بان المغرب يعني باقي يعني عايش يعني في القرن 14، فكيحل في الروبيني وكيسد فيه. الي aujourd'hui c'est 6000 lendemain c'est une centaine dans une semaine c'est 10 personnes. فهمت؟ لو المغرب كان يعني عنده لي زانتونسيون كعمل لكم كما دارت لكم لا تركي شنو دارت؟ خرجوا فيكم يعني حلوا لي فرونتيير، خلي الملايين دايزين، دي مليون اللي دازوا لوروب دازوا منين؟ دازوا من المغرب، دازوا من تركيا. وركعوا باباكم توت لونيون اوروبيان، ركعوكم و فوزافي بايي، فوزافي اكسبتي دو بايي دي مليار دو دولار على تركيا pour qu'elle cesse l'afflux ديال السوريين افغانيين مساكن. malheureusement vous avez payé. qu'est-ce que vous avez fait avec le Maroc? c'est nous qui payons, c'est le contribuable qui paye pour protéger deux villes occupées. c'est nous qui payons. انت كتبرونز عليا في سبتة، كتبيع عليا السلعة ديالك، تربح الفلوس
وحنا خص نهدموا بلادنا. نو واي. فقضية ديال 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 أو إشاعات ديال أنه المغرب حل الحدادة مع 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 سبتة باش يعني باش يعني أدب إسبانيا على قضية إبراهيم غالي ولا سي لا فوتاز. والصحافة هي في المغرب هي تحت في البانو تاعي فين ما يكتبوا ان ارتيك يقولوا كيقولوا سميتو المغرب باش يعاقب اسبانيا. فهذا يعني لانه الاسبان ما احترمتش يعني القضيه ديال غالي. كيربطوا بجوج كيربطوا يعني لي دو ايفينمون يعني كي سون يعني ديسوسيابل، ما عندهم باباهم اي علاقه ما بين الاثنين. الدوله المغربيه دوله محترمه ما كتسمحش لنفسها انه تطيح لهذه الدرجه هذه انه تلعب هذاك اللعب الخبيث ديال الناس. الدوله غتقول للناس يلا خرج برا. مي كتشوف يعني هذا الشيء كلشي اللي وقع في البلاد سي بوكو، والله سي بوكو سي بوكو. كاينه اون فولونتي ديال الاصلاح، مي هي اون غران فولونتي باش يهدموا البلاد. عندنا تهديدات من برا واكبر تهديد هو من الداخل. الناس حتى النخوه والافتخار بمغربيه الانسان غاديه وكتهبط. فكتلقى مثلا الشمال عنده مشاكل، ويعني مشاكل كبيرة لأنهم منطقة ديال الشمال يعني دي سنين وهي يعني حاطين يعني على كما يسموها يعني التنفس الاصطناعي، فهمت؟ يعني كانت ميتة. كلكم أنا كتمشي للريف صراحة والله يا في غيانا فا والو تدي ميتة. في المهم طون كتشوف بأن الناس يعني في الشمال يعني بحال مثلا عندك يعني مضيق، ماشي غير مضيق، حنكثر من المضيق لأنه الناس خرجوا مضيق، عندك الحسيمة، عندك تازة، عندك فهمتي، وزيد وزيد وزيد. المناطق هذه يعني خاصة يعني ناس اللي هما في المسؤولية ما يبقاوش جالسين في البرور ديالهم. On a besoin des gens de terrain et sur le terrain. ناس الهم ديالهم 24/24. Allez, فين وصلنا؟ وعلاش ما وصلتيش؟ المحاسبة. في اون ميم طون باش يعني نوصلوا للصورة ديال البلاد، هاد الناس هادو اللي مضيق مثلا ما كانش عندهم يعني المقومات يعني العيش يعني الكريم، كتلقى اساتذه خارجين للشارع يصفي دي زاني خارجين للشارع ويغوتوا باش يقول لك اسيدي خدمني انا في لا فونكسيون بوبليك. قال لك اسيدي احنا فرض علينا التقاعد. هذا اصلا موضوع اللي غادي نرجع عليه من بعد. يعني في عز المشاكل اللي عند المغرب ولا عند خزينة ديال المغرب تزيدون انتم تقول انا خاصني نخدم مع الببليك. وعلى هذوك الناس علاش ما يخدموش مع الببليك قبل منكم انتم؟ وعلاش بالنايم ما يخدمش في الببليك؟ وعلاش انت تاخد 3 mois de vacances payé 100% ton salaire. Allez. شكون اللي كيخلصك؟ وتزيد خرج لي كل اسبوع خرج لي برا وتغوت. انا خاصني نخدم مع الحكومه او مع وزاره التعليم. كاين ناس كيخرجوا مظاهرات قال لك سيدي المسانده فلسطين. اش كتساند
ما عيتوش من الغوات، ما عيتوش يعني من المظاهرات. في نفس الوقت يعني هاد الناس كي خرجوا السبتة، في نفس الوقت انتم كتخرجوا ليا تضامن مع فلسطين. التناقض يعني كيفاش كنختاروا المعارك ديالنا؟ كيفاش كنختاروا المعارك ديالنا؟ يعني مظاهرات يعني في أي مكان، ومظاهرات يعني كل شيء كيطلب، كل شيء كيطلب. وما عرفتوش بأنه هاد الناس هادو اللي في الشمال مطالبهم أهم من مطالبكم، وبكثير وبكثير، لأنه الشمال عطى بزاف، عطى بزاف، ما خداش الحق ديالو. وكنظن كما قلت لكم بأن هذه المشاريع اللي دشنات يعني في الشمال الأمور غادي تحسن، من البروبليم كما قلت لكم أن الأمور كمشي يعني بسرعة الفكرون، بسرعة السلحفات. الناس فلاشين في عز لا كريز ديال الكوفيد، ils ont construit des hôpitaux. Je ne sais, je connais pas exactement le nombre. En quelques semaines, sinon en quelques jours, des hôpitaux. Tsawar. Yani, l'infrastructure, l'électricité, l'internet, le réseau, plomberie, name it. En quelques jours. Ou hna le machari adna, ça dure des années. Yani, t'as le temps de vieillir. De mourir deux fois. Mais le projet baki, yalla. Yalla, f'taurini, f'taurini, t'chid. Chez Mohzim. Comme je vous dis, l'image, c'est une vidéo où je vous dis, مش كومباتيز مع هاد الناس هادو، ومساكن مع عندهم، شو يعني انت راك ماشي في بلاصتهم، كنت في بلاصتهم كنت درتي بيغ كو سا. قولوها، مانا جو توني ا فو دوني لا في ا نوتر افي اللي هو يعني 180 دكري 180 دكري، لان حنا في المغرب تعودنا على هادي، يعني اون كولبابيليز لي زوطخ. وحنا توجور على الكار. ف قلت لكم يعني هذه حلقه يعني حزينه جدا بالنسبه ليا، و اظن بانه يعني جي كوفير هاد المشكله هادي، وفي انتظار يعني التعليقات ديالكم. الى حلقه قادمه نتكلموا فيها على مواضيع اخرى. السلام عليكم، يا رب خشان.